بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عملنا آخر حاجة اللي هي إيه؟ اللي هي الأشكال، ورسمنا أشكال وتعلمنا إزاي نعمل سيف، تمام، وسيفنا الشكل اللي عندنا مفيش أي بدون أي مشكلة خالص. عايزين نتعلم إزاي نسيف الأشكال كامتداد اس في جي. فهنتعلم الاس في جي، فهروح كده في فولدر جديد كده. اول حاجه انا عايز اعمل رايت كليك واعمل نيو واعمل تكست فايل، تكست هنا، واسميه مثلا تيست دوت اس في جي. الاس في جي ده اختصار سكيلابل فيكتور جرافيكس، بقدر من خلاله ارسم حاجات كتير قوي. طيب انا ممكن افتح الاس في جي ده باستخدام الفيجوال سورس كود عشان بيعمل لي اوتو كومبليت وحاجات ايه كويسه كتير. طيب اول حاجه هنتعلمها ايه هي شكله، ايه الاس في جي اللي احنا بنعمله. هقفل كل حاجه هنا، هقفل كل حاجه هنا كده، تمام، واروح اسحب التست اس في جي ده هنا. مش عارف ليه مش راضي يفتح. طب ممكن اعمل اوبن فولدر واختار من المايكروسوفت فيجوال واختار ده واختار سيلكت فولدر، اوتوماتيك هيظهر لي ادي التست دوت اس في جي. تست دوت اس في جي هنا الملف ظهر لي فاضي. طب يا ترى اقدر اكتب ايه في الملف ده؟ لو فتحت تاج كده قلت له اس في جي، تمام، وجيت قفلت التاج دوت اس في جي، جيت قلت له ايه، اشغل الاتريبيوتس بتاعتي. في اتريبيوتس للويدث والهايت. هناخد مثال، انا كاتب مثال هنا كامل لاس في جي ممكن نشتغل عليه. أو أول حاجة بياخد هنا تاج اس في جي الويتس بكذا والهايت بكذا، وياخد الاكس ام ال ان كذا. فباخد التاج ده، هاخد التاج ده كده واجي تحت واجي هنا واكتبه. بس طبعا انا لما اكتب هنا هكتب مقاس الايه الشاشة اللي هي كانت كام، كانت 300، في الهايت كانت بكام، كانت تقريبا ب 424، تمام. واجي اقفل الايه التاج بتاعت الاس في جي، اقوم قافلها كده. كده انا حطيت البدايه والنهايه، بدايه ونهايه. طيب بعد كده اقدر ارسم ايه؟ اقدر افتح وارسم ريكتانجل. طب ازاي؟ ايه البارامتر بتاع الريكتانجل اللي ارسمها؟ برضو هنشوف. ادي الريكتانجل اهو، بديله الويتس وبديله الهايت وبديله الاكس والواي، ماشي، وبديله الاستداره الراوندنس اللي هي زوايا الاستدارة، وبديله الفل انا حملاه بلون ايه ولون الخط ايه او سمك الخط هنا وهنا لون الخط. تعالوا ناخد البارامترز دي كلها بتاعت الريكتانجل ونشتغل عليه. انا ممكن افتح الاس في جي ده برضو باستخدام البنت براش او النت بينز هنا. ازاي انا ممكن اسحبه هنا كده واخده هنا واحطه اهو، فتحه بيلون برضه. فاقول له مثلا انا عايز ارسم ايه ريكتانجل، او اخد الريكتانجل. طيب الويدث بتاعه 80 والهايت بتاعه، واحط طبعا مكانه في مثلا ايه 30 30 واي ب 30، والراوند نس 20 و20، واملاه باللون ممكن اللون البلاك، ومش كده وبس. الستروك ويتس سمك الخط واحد، والستروك نفسه بالايه بالهكسا كولر، الستروك اللي هو لون الخط،
ماشي. طب الهكسا ديسيمال ده اجيبه ازاي؟ الهكسا ده اجيبه ازاي؟ عندك برنامج اسمه جيت كلر. جيت كلر ده لو انت مثلا جيت سحبت القلم كده وقفت على اللون الاسمر او وقفت على اي لون، يعني هنا انت لو عايز لون الخط باللون الاسمر تديله ايه، او باللون ده مثلا تديله ايه، شباك او هاش 5 8، ده الريد والجرين والبلو ماشي. بتمسك كل لون، كل لون الريد والجرين والبلو تحوله لهكسا ديسيمال. لا ناخد مثال، مثلا مثال زي لون زي ده، او هاخد الايه الريد، قيمة الريد، وافتح الكالكوليتر الآلة الحاسبة الكالكوليتر، افتحها في الادفانسد مود في البروجرامر واقول له القيمة بتاعت 234، 234 الهكسا هتبقى اي ايه، هتبقى اي ايه اللي هي دي. طب ال 146 هجيب الديسيمال اقول له 146، اقول له بالهكسا هتبقى 92، هتبقى دي بالهكسا هي 92، وفي هنا 3 اي اللي هي ايه 62. فدي الالوان. طيب انا هاخد كوبي كده واجي اقول له انا هشتغل على اللون ده بتاعي، والستروك ويتس ايه والفيل، ممكن اقول له ايه املا املاه ببلاك، او افرض انا عايز نو فيل ما تملاهوش خالص. خلاص تعالى نشوف لما انا كتبت كده بالنت بينز ايه اللي حصل. هقفل بس المايكروسوفت فيجوال سورس. لما انا كتبت بالنت بينز ايه اللي حصل هنا؟ هفتح نيو فولدر هنا وادوس دبل كليك. لا دبل كليك على، اسف، التست ديت. لما ادوس دبل كليك هلاقي رسم لي الايه، رسم لي المستطيل ده ماشي. وانا طبعا عشان رسمه ايه، غير بقى براحتك يعني، بدل ما تخليه في الوايت كده اهو، واقعد بقى ايه قلب في الحاجات دي كده البراوزر اهو، اقعد اعمل ريفرش هنا F5، هتلاقيه رسم الايه المستطيل بهذه المنظر وبهذه الكيفية. تمام. طيب ايه اللي انت عايزه بقى من الموضوع دوت؟ بص كده بقى معايا، عشان ترسم حاجة زي كده، حاجة صغيرة زي كده تمام، هاجي على الرسمة الرئيسية هنا البنت براش، واجي على الريكتانجل ماشي، او اجي على الشيب هنا، اعمل ابستراكت فانكشن مثلا بابليك سترينج وله 2 اس في جي يعني كونفرت هذا الشكل الى اس في جي سترينج، واحط سيمي كولون. طبعا كل اللي وارث منها ايه، بابليك ابستراكت، كل اللي وارث منها لازم يمبلمنت ايه. فاجي هنا مثلا اقول له طب انت هتعملها ازاي كاس في جي الحاجات اللي الحاجات دي، هقول له امبلمنت كل الابستراكت. فلما يمبلمنت هنا ان هي راحت ما عملهاش امبلمنت اول ابستراكت، او عملها اهي تحت اهي 2 اس في جي، اجي اقول له ايه، اجي اقول له سترينج اس في جي سترينج يساوي، وافتح قوس وافتح كده واقول له اس في، اقول له ريكت. ما انا ملتزم بقى بالرولز، ملتزم بالرولز بتاعت الاس في جي دي، ريكت ادي ريكت اهي، واجي هنا واقول له ادي ريكت ريكت. طب ايه البارامترز بتاعت الريكت؟ قال لك لازم تكتب لي الويدث والهايت. طب انا كنت بحسب الويدث والهايت اهو من هنا، اكس وواي، ويدث وهايت، مش كنت بحسبهم؟ هاخدهم احسبهم هنا اهو، احسبهم هنا اكس وواي ويدث وهايت، واقول له مسافه ويدث تساوي وباك سلاش دبل كوتيشن، دي عشان يكتب دبل كوتيشن، واقول له زائد ويدث زائد كده. انا كتبت الويدث وبعد كده ايه، اقفل باك سلاش دبل كوتيشن
وبعد كده اقول له زائد، وهقول له هنا مسافة هايت، حسب بقى الايه انا هحط قدامي، احط قدامي القواعد دي كده اهو، واقول له هايت يساوي زي 350، هايت يساوي باك سلاش دبل كوتيشن زائد اتش زائد باك سلاش دبل كوتيشن. بعد كده ايه اقول له مسافة اكس يساوي باك سلاش دبل كوتيشن. في حاجة جميلة قوي عشان اريح نفسي من الكلام ده كله، ممكن اعمل حاجة ظريفة قوي. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل حاجة اسمها string format، string dot format. ايه بقى حكاية الفورمات ده؟ اقول له اكتب الجملة زي ما هي كلها كاملة اهي، زي ما هي كاملة كده اهو، كده اهو هنا. وكل رقم يعني مثلا رقم 80 ده تعمله برسنتج دي، والهايت تعمل له برسنتج دي، والاكس امسح الرقم واعمل برسنتج دي ديسيمال يعني، وامسح واعمل برسنتج دي. الراوندنس ده مش ده همسحها عشان ده مش راوند ريكتانجل. الفيل دي هسيبها بقى، انت ممكن تغيرها باللون اللي انت هتفل بيه ماشي، وممكن تحط اللون كايه كهيكسا ديسيمال. اقول لكم ازاي. الستروك ويدث بواحد هسيبها. طيب بالنسبة للكالر، الكالر هنا ده عشان هيتحول هيكسا ديسيمال ماشي، فانا هقول له ايه برسنتج اس، برسنتج اس. بعد كده اعد البارامترز بتاعتي، اقول له ايه هي البارامترز اللي انا كنت عايز املاها. اول حاجة الويدث والهايت والاكس والواي بالترتيب كده، ويدث وهايت وايه، وبعد كده الستروك، الستروك اللي هو اللون، لون الكالر لونه هجيبه من جيت جيت ايه جيت درو كالر، هات لي الدرو كالر. ولو دوست دوت هقول له تو، في اكيد تو سترينج، في تو ار جي بي، تو ار جي بي اللي هي بس بيرجع لي كانتجر. طيب هاخد التو ار جي بي كانتجر وابصيها للكلاس انتجر دوت تو هيكسا سترينج، في تو هيكسا سترينج، واباصي ديت الار جي بي ده لهيكسا سترينج عشان يحولها لي الى هيكسا ديسيمال. طيب ده كده الايه البارامترز بتاعتي كلها. بعد ما انا اخدت الاس في جي سترينج ده اقول له ريتيرن اس في جي سترينج، رجع لي بقى ايه الاس في جي اللي انت كونته من البارامترز دي كلها، رجعه لي كسترينج. طيب هعمل كل الكلام ده طبعا مع الكومبوزيت شيب، مع الكومبوزيت شيب، بس انا هشرح الكومبوزيت شيب ايه بعدين لما امبلمنت اول كلاسز. هنا هقول له هنا ريتيرن مثلا سترينج فاضي تمام، والتراينجل، التراينجل برضه هعمل مع نفس القصه، هاخدها بقى من الكومبوزيت شيب هنا اسهل لي. تراينجل الكومبوزيت شيب هو نفسه الريكتانجل، مش هو نفس الكود لا بتاع عشان الترسم؟ لا عشان جواه اشكال، جواه اشكال، عشان جواه اشكال. المهم انا احط ايه، احط نفس الكود كده، انا بعمل امبلمنت للريكتانجل ماشي، بحيث الايرورز ايه تتشال. طيب هقفل اللاين، هقفل التراينجل. تيجي بقى للايه للدرو بانل. الدرو بانل المفروض ان انا هعمل فانكشن تانية اسمها بابليك برضو بوليان سيف ايمج اس في جي، تاخد سترينج
فايل نيم. انا بقى عايز اسيف، اسيف الصوره بس كاس في ايه، كاس في جي. تمام. طيب علشان اجيب الصور كلها كاس في جي، اول شيء هفتح هنا، هفتح هنا string svg string بيساوي، واكتب السطر الايه، السطر الاساسي اللي هو فوق ده svg كذا، كل ده اكتبه. بس طبعا ده له ويدث ولو هايت، ده له ويدث ولو هايت حسب الويدث بتاع الايه، بتاع الورقه والهايت بتاع الورقه. انا هطلع فوق هنا اخلي الويدث والهايت جلوبال، اقول له برايفت انت ويدث، برايفت انت هايت، وامسح الايه، الويدث والهايت من اللي هو التعريف من جوه عشان يعتمد على الويدث والهايت اللي بره. واجي هنا اقول له طيب الكلام ده هقول له سترينج دوت فورمات، حلو، وهدي له ايه، هدي له السترينج، وامسح، امسح ال 300 دي واكتب برسنتج دي، وامسح ال 424 واكتب برسنتج دي، والاكس ام ال ان اس دي زي ما هي، واقول له كوما، واقول له حط لي بقى الايه، الويتس والهايت، تمام، واقفل القوس واقفل السيمي كولون. ده الاس في جي سترنج الاولاني. طب وبعد كده، بعد كده حفور لوب فور شيب اس ان اول شيبس لكل الاشكال، تمام، قول له اس في جي سترنج. انا هاجي هنا ايه، اخد باك سلاش ان في الاخر، هاخد باك سلاش ان عشان الفورمات بس يكون نظيف شويه، وهقول له اس في جي سترنج زائد يساوي، وزائد يساوي يعني هات القديم واجمع عليه وضيف عليه، ضيف عليه باك سلاش تي وضيف عليه اس دوت جيت او دوت تو اس في جي. بعد كده اقول له ايه، بعد ما تجيبه وتحوله اس في جي ضيف له باك سلاش ان، انا بحب اراعي الفورمات شويه كده. انا جبت كل الاشكال ولفيت عليهم وحولتهم، اجي بقى في النهايه اقول له الاس في جي سترنج ده زائد يساوي والقفله الكلوز، الكلوز بتاعت الاس في جي اللي هي دي كلوز دي، اخدها كده انسخها واروح هنا اهوت، اقول له اقفل بالايه، بالكلوز، واعمل سيمي كولون. طب بعد ما عملت الكلام دوت بقى، المفروض ان انا اكتبه في الملف، اكتب الكلام ده كله في الايه، في الملف. انا عندي حاجه اسمها فايل، فايل اي او، او ممكن ببساطه يعني انا اروح ادور هنا رايت تكست تو فايل جافا، هلاقي فيه، لان في عاملين باكج جديده اسمها فايل نيو اي او، فايل، لا انا مش عايز دي، انا عايز ايه، في واحده سطر كده بنكتبه خلاص، هنعمل برنت رايتر سو نيو برنت رايتر، ونديله الفايل نيم اسم الملف، وبعد كده نقول له دبليو دوت برنت لين، ونطبع الايه، الاس في جي سترينج، بعد كده بي دبليو دوت فلاش، بعد كده بي دبليو دوت كلوز. طبعا هيشتكي من تراي وكاتش، فهنضطر نقول له هنا تراي كاتش، نعمل الكاتش نفس الكاتش اللي فوق هنا، وهنقول له انا بحب بقى الايه، التنظيمه ريتيرن ايه ترو، باذن العمليه دي نجحت، تمام، ان انا كتبت كونت الاس في جي والعمليه نجحت. هروح بقى هنا واضيف فلتر زياده، الفلتر الزياده اللي انا هضيفه ده اللي هو ايه، اس في جي
واقول له اس في جي ايمج، اس في جي ايمج فايل، هنا اس في جي، وبعد كده المفروض ان انا ايه اقول له فايل، تشوزر دوت جيت، انا عايز اجيب الجيت سيلكتد، السيلكتد فلتر، طيب هعمل هنا فايل فلتر بينج فايل فلتر بي ان جي، واقول له بتساوي البينج فايل فلتر ده، واعمل فايل فلتر اس في جي، نقول له بتساوي واختار النيو ده، على اساس ان انا عامل اتنين فلتر يعني. بعد كده اضيف الفلترين هنا والاس في جي فلتر هنا، فايل فلتر بعد كده اقول له ايه، انا عايز بقى اما اختار بنج او اختار حاجة تانية، اقول له اف فايل تشوزر دوت جيت فايل فلتر، لو كان الفايل فلتر بيساوي فايل فلتر بينج يبقى انا شغال في كود البينج. انا كده شغال في كود البينج. else if لو كان الفلتر بتساوي اس في جي فلتر يبقى انا شغال في كود الايه، الاس في جي، ان انا بقول له لو ما كانش بينتهي باس في جي خليه ينتهي باس في جي، وقول له البانل بتاعتي الدرو بانل بدل سيف ايمج از بينج هتقول له سيف ايه، سيف ايمج از اس في جي، سيف الصورة كاس في جي. تعالى بقى نرن الكود نشوف الكود ايه يرن ازاي. ادي الكود اهو رن اهو، هنفتح ريكتانجل ونرسم اتنين ريكتانجل او تلاتة ريكتانجل، بعد كده ندوس فايل، انا نسيت اعمل السيف هنا، سيف اس في جي، لا ما هي السيف اهي، وبختار هنا اس في جي، بعد ما بختار اس في جي بروح اجيب الايه المكان اللي انا هسيف فيه هنا، وليكن انا هسيف مثلا باسم image dot svg ولا سامعين حاجة ولا شايفين حاجة. اهو image dot svg. لو انا جيت عملت edit، هو في مشكلة عندي أنا في الصوت ولا عندك أنت يا دكتور؟
لو جيت فتحت ال اس في جي هنا هلاقي فعلا ايه كتب لي ال اس في جي والويتس والهايت والريكتانجل، بس كتب لي الويتس 400 والهايت كذا، وكتب لي البيانات كلها. لو جيت انا فتحت ال اس في جي ده كده هلاقي ايه، بس هو ما رسمليش هنا الخط. ليه بقى مش رسم لي؟ ممكن يكون في مشكلة نفسها في اللون، في الستروك مثلا هنا، او في الويتس والهايت، في الاكس والواي لوكيشن. فدي هنبقى نعالجها ونشوفها وبعد كده ايه نرجع تاني.